بسم الله الرحمن الرحيم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، القواعد الأصولية المؤثرة كتاب درس مزدام الترمز. انظرت إن مبحث قاعدة الأصل حمل اللفظ على ظاهره حتى يرد دليل صارح إلى المعنى المؤول. أصل قاعدة لفظنا ظاهر بلان تفسير قلناده، يعني لفظنا ظاهر كيكولا تفسير قلناده حتى يرد دليل صالح إلى المعنى المؤول. طا تعبير قلنجان بر معنى جا بروش دليل كما جنشا تعبير قلنجان مؤول بو ظاهر بو مجان معنى، يعني حاضر بعض جملة لربار بيت معنى دم باشقة احتمال يوك بنا نص ديمس، بعض معنى لربار اكتوى لنا ارتق احتمال بار اكلاسيان برابر بسا مجمل ديمس، يوكي اكتا احتمال بو بترب بر 90% 80% بيت معنى دولت قليب، لكن 20% başqa məna bölüş ehtimalı yəm var. Lakin bu zəif bu ehtimal. Üşə ehtimalını müəvvəl deyimiz. Müəvvəl. Üşə müəvvəlini bilən təfsir qımayımız ta dəlil kəmə günçə. Əslində üşə zahırını alamız. Şu 80% qaysı məna qədə Allah qıləyəkən biz üşə məna bilən təfsir qılamız. Şu məna bilən təfsir qılış gərək. Asıl şu. Şu müəvvəl bugən, mərcuh bugən ehtimal. Şu 20% dəlilət qılış mümkün, iradə qılış mümkün bugən ehtimalını. Şunu iradə qıgən deyib. Ayçımız üçün əlbəttə dəlil gərək. Dəlil kəmə günçə. مؤول بقى معناها تعبير قلنجان معناها تميمس قاعدة. شو صياغة القاعدة؟ هذه القاعدة عبر عنها بعض أهل العلم بقوله الظاهر دليل شرعي يجب اتباعه. ظاهر بو شرعي دليل ونجا إرجاشش يكبون قابل قلش واجب والعمل به ونجا عمل قلش واجب. وهي عند بعضهم بعض علماء الناس ليس بقاعدة قيس صيغة كلادة العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره. ظاهر كعمل قلش واجب إلا ظاهردن برادگان دلیل کیسه گنا شوند ظاهردن برسه بولاده. شرح مفردات القاعدة الظاهر لغة خلاف الباطن وهو الواضح اشخ نرسه دیگانا. وفي الاصطلاح هو المتمرد هو المتردد بين احتمالين فأكثر اكتا يكونناك باحتمال بوسا وهو في أحدهما أرجح وإكلا احتمال نبر كشلي راه بوسا بظاهر ديلاده. والمؤول لغة اسم مفعول من التأويل. مؤول تأويل مصدرنا اسم مفعول وثلاثيه آل يؤول. ثلاثي مجرد آل يؤول بمعنى رجع وعاد قيد تمان وصده. فيكون المؤول بمعنى المرجوع به قيد الجان يعني. وفي الاصطلاح هو اللفظ المحمول على الاحتمال المرجوح بدليل. اصطلاح تا مؤول دسا مش مرجوح احتمال جا مرجوح احتمال بلان تفسير قلنجان لفظ بدليل يعني دليل بلان بر دليل جا سيانجان خالدا مرجوح معنا بلان تفسير قلنجان لفظ قيد الاد. Biz bayağı ettik, bir de yaptı. Biz ettik mesela, her kan diye buyruk kese, ne kadar Allah kıladı dedik, vaciplik ya. Bana şu, 80% dediğimiz mi, 90% dediğimiz mi? Aslı şu. Lakin az gene 10%, 20% müstehablik buluş, çünkü nasıl var, ihtimali var. Bana şu mana, müstehab, irade kılınken buluş, müevvel dediğimiz. Şu delil kip durup, اشه مرجوح معنا بيرسك مستحب بوديسك برام بر امر دم مقصد مستحب ديسك اشه مرجوح معنا لفظنا مرجوح بوغان احتمال جا بلان تفسير قسك دليل جسو يانب مانا شنو مؤول ديمس ان بو دليل بوغان اوچون بو ظاهر بو قولاد اوز دليل بو مستان 80% اول جي واجب لك احتمال نقل يتودك و 20% مستحب بولش احتمال بارد لكن دليل كلش بلان شو دليل قوتي خرب يا 100% جي تشخش ممكن بو ما شو معنا اراده خلينجان لجي يا كي قايتاجا 80% bu 20% küçük kalışı mümkün. Bu da demek müstehablik irade kılınken dediğimiz bu zahir bu kaladı. Üçe delil bilen bu indi zahir bu kaladı. Lakin üçe delil bilen zahir olsa bunu müevvel diyemiz. Özden özü delilsiz şimdi küçülü manada bu ihtimal bu türken olsa bu özü zahir diyemiz. Özü zahir buladı. Nergi delil bilen zahir buladı. Nergi mana. Üçe delil bilen zahir bu kendini müevvel diyemiz. المعنى الإجمالي للقاعدة أمي معنى ستكرر القاعدة أصلا مهما في باب الاستدلال بالنصوص الشرعية. قاعدة بزقا شو شرعي دليل لارنا يجد خلال ترشليك داقي مهم برعصل نبايان قليابتا ألا وهو التمسك بظواهر النصوص، يعني دليل لارنا ظاهر نشلش قبل قلش وعدم العدول عنها وأنن تشخرق تشخمس لك إلا لدليل صالح يقوى لصرفه عن ظاهرها إلا أتشخبر
Şu zahirden buruşka yaraydıgan bir salih delil bu segine onda zahirden maklamız taşkarga çıkışımız mümkün. Kala İmam Şafii rahimahullah ve lev caza fil hadithi en yuhale şey'un minhu an zahirihi ila ma'nin batinin yehtemiluh. Eğer ki hadisini, birer bir hadisini zahirden bir batini bir managa, başka bir managa ihtimali bugün başka bir managa buruşumuz caiz bugün de idi. Kana ekserul hadithi yehtemilu adeden minel ma'ani. Kub hadisler bir kança ma'nanın ihtimali var. Yani bunun yoksa şey ihtimaller cüde kub hadislerde uçuruydu. Fela yekunu li ehadin zahaba ila ma'nan minha hüccetun ala ehadin zahaba ila ma'nan gayrihi. Hiç kim özü düşünge ma'nanı başkaga ilzam kılama ediyen bu kaladı. Çünkü nerge, bir adam kaptır bir hadisten maksat vacip tüptürse, nergis kaptır bir o müstehab dese, nergis kaptır bir o asla mubah dese. Bro ki özünü oyunu nime kılamaydı, hüccet ve etamid de. Çünkü her kandı bir ihtimal neyem etibar kaptırı buldu, işlem bilen tafsir hükkete uğruş gereği bu gendeydi. Çünkü burantada hüccet kalmaya kaladı. İkinci tarafka ilzam kılışka, mesela vacip degen adam müstehab deyip tafsir kılıyken, yani mubah deyip tafsir kılıyken adam ki senin hüccetin nime devam ediyen bu kaladı. Çünkü işlemin ihtimali var mı az mı sayın var deyip durup şu ihtimal bu şeyle tafsir hükkete uğruş mümkün bu ise hüccet kalmaydı hiç kimde deyip de. Ve lakinnel hak fiha vahid, lakin hak bitti. أنها على ظاهرها وعمومها. أنا إمام شافعي تبت أصل ظاهرة ألند. عام ببكسة عموم ألند. إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل كبتر بحصل يبكن بسا يوكي ظاهر دنبر يبكن بسا أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام يوكي أكثر أهل العلم نار كبتر بو خاص معنى إرادة قلني يبتدي بتخصيص قصة عام معنى إرادة قلني ما جند بتحصل لسه وشخة مسألة أو باطن دون ظاهر دي يبتدي ظاهر ماس شنو باطنه نلقي أزرق بقى احتمال إرادة خلني أبتدسه إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه بيام قشان وش ظاهرة برلجان معنا شو لفظ أصدق شو احتماله بس عموما أزاح نرسبلن أبكي بني احتمال برد حركان ده ما بلا معنا بلا تفسر كلور ميمس وش معنا نيم بربر شو لفظ أصدق بلا إرادة خلش ممكن بقى معنا بولش كده وسمعت عددا من مقدمي أصحابنا وبلغني عن عدد من مقدمي أهل البلدان في الفقه معنى هذا القول ولا يخالفه ديابت. يعني بو حاضر قاعد تلقان قايدنا يوكي شو معنانا بركانشا أهل الناردان اشتكمن بو خلاف تشخش مقام من ديابت. قال الخطيب البغدادي رحمه الله خطيب البغدادي أتلاك يجب أن يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمومه وظاهره نبي صلى الله عليه وسلم من حديث لره عمومه كره ظاهره كره تفسير قلنش واجب إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك لكن دليل كلب وندم باشقا معنى إرادة قلنجان ديجان بسا وند دليل إرقش لده فيعدل إلى ما دل دليل عليه شو دليل إرقش لده يبت. يقول ابن قيم رحمه الله فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المؤلف على ظاهره الذي هو ظاهره والله نكلامه رسول الله نكلامه وحرقا دي مؤلف نكلامنا ظاهر بلان تفسر قلش نسكريك وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب شو خطاب قيام بيت تلافز لنما قاس قلنا دي وش معنى تشنلش كريك ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك وزي بروان قابلنا تشنش هم بروغي قابلنا تشنترش هم شو ظاهرنا علش كري دي سكنا تشنل هذا بو مسا تشنل بميت دي برو دي برو تقاب ايت سسز قبادة بيرسا شو بعد اسقى بنا انسس كيب كتب وترسيز يو من فلان نرسان إرادة خلودن دي بر آز قنا إرادة احتمال نشخار وابتر فلان نرسان إرادة خلودن دي سي ممن عرادة تخاطب تا فايدة سقامي دي خارخ المعنى مرجوح بسيام زيه بسيام إرادة قلش احتمال بغاندا أثر القاعدة في المسائل العقدية هو قاعدة عقدوي مسألة تأثر وشتا مسألة ذكر قلنا ده بلينش مسألة معنى تقارب الزمان الذي هو من أشراط الساعة قيامة علامة لردن بغان وقت لرن نما قلش قسقارش حق ده وقت لرن قسقارش حق ده أن من أشراط الساعة التي تؤذن بقيامها تقارب الزمان قيامات yaqin ekanligiga dalolat qiluvchi alomatlardan biri zamonning qisqarishi. Faqat rawa Abu Hurayra radhiyallohu anhu an an-nabiy sallallohu alayhi va sallama annahu qala la taqumu sa'atu hatta yuqbadu al-ilmu wa takthura az-zalazilu wa yataqaraba az-zamanu wa tadhhara al-fitanu wa yakthura al-harju wa huwa al-qatl hatta yakthura fiikum al-malu fayafid. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, qiyomat qoim bo'lmaydi to ilm ko'tarilmaguncha, zilzilalar ko'paymaguncha, vaqt zamon qisqarma guncha, fitnalar ko'payma guncha, zohir bo'lma guncha, o'lim ko'payma guncha va sizlarning oringlarda mol ko'payib, oshib toshma guncha, ya'ni bu qiyomat qoyim bo'lmaydi deyilyapti. Mana shu alomatlar esa shu qiyomatning yaqin bo'lishining bir alomatlaridan biri.
وقد اختلف العلماء في معنى تقارير الزمان على أقوال كثيرة. ما نشوف هذا استاجي زمان قسقرش حقده لافزنا ما ناس حقده ولما الاختلاف قلش كان بخاري ذكي عن هذا السكانبو. منها أن المراد بتقارب الزمان ذهاب البركة من الوقت. بعض علماء لر زمان قسقرش ده مقصد بركاني كتشي يعني بالباس ده وقت بتكيت هذا ارتلاب تراسز بس تكيتش ولاده ارتلاب وهكذا برابطة بركندك براي برابطة دك وهكذا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء حتى من الزمان. يعني ابن حجر اعتبر لكي هم نرسدان بركانا يقالش حتى شو وقتنا بركة كيتش مقصد قلنجان ديابتا وذلك من علامات قرب الساعة وقيامة قائم بولش علامات لردان برديابتا. قال بعض العلماء إن تقارب الزمان المراد به التقارب الحسي أي أن يقصر اليوم قصرا حسيا عما جرت به العادة. بعض العلماء يوب حقيقي ما نادا يعني شو بركن يقمت برصاد بوسا وشان ناقص خارب كيتشلقي حقيقي ما نودا قص خارشلقي ديش كان بازلر مرعيه ابن يوسف الكرمي من أهل حديث كه نماخ جاني كان نسبات بيرجاني كان سوزنا. وقد أورد ابن الجوزي رحمه الله أربعة أقوال للعلماء في معنى الحديث. ابن الجوزي حديث معنا ستر تسوز ذكر خجان وذكر منها قصر مدة الأزمنة عما جرت به العادة. قصر مدة الأزمنة عما جرت به العادة شو عادة تاجي وقت تنكره ما أختلا نقص خارب كيتش. ولهذا قال في حديث آخر يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم. شنشن باش قبر حديثته يعني بولار أزلار نسوزنا مانا شو قول نأيت كنلر أزلار نسوزنا مانا شو سوز بلان قوة لش كان مانا شو حديث بلان يعني زمان شن دي قسقر هذكي بر يل بر آي ديك بر آي بر جمع ديك يعني بر هفته ديك ولاده بر هفته إسا بر كن ديك ولاده ديكان حديثنا نمخلش كان. إمام ترمزي روايتلاره ابن الجوزيني من أبو سوزلر كشف المشكل كتابه كشف المشكل كتابه من أحاديث الصحيحين يعني بخاري مسلم جملة بترب ابن الجوزي مشكل بوب شنش قيم بوجان جالان أزج شكلان شرح لجان عجائب يعني شو معلوم برشتان شرح لما جاندا بلكي وش مشكل بوجان أزنا شرح لبيت كان. الرابط بين القاعدة والمسألة مثلا قاعدة علاقة قال السيوطي رحمه الله في معنى الحديث فقيل هو على حقيقته نقص حسي. سيوطي حديث معنى ساقدة يتدلركي وحقيقة كرة يعني حسي معنى ده كما يده قصقر هذا وقت. وأن ساعات النهار والليل تنقص قرب قيام الساعة قيامة قائم بلشتان أدن قصقر كتا ده كنلر حقيقي معنى ده ديجنلر. وواضح أن أصحاب هذا القول بنوا قولهم على أن الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره وحقيقته ما لم يصرف عن ذلك صارف والله أعلم. إن بو مانا شو قاعدة كرة يعني بو جابنا عيد كنلر أصله ده حقيقة أولنا ده حقيقي معنى ده خسخرة ده بعتامز ديجان بركة كتاد ديجان لربو مجازي معنى نقولش كان حقيقة شو مجازي معنى إرادة خلينجان بولوش لغين كورب تربمز ده يقمى ترساد يقمى ترساد لكن نما شب بركة يقول لغين كورستا حقيقي معنى ده خسخر مسها لكن خسخر بكت كان ديكت بيلا ده يعني بالإشكة بلغول مسلقي سوالدان كبير يعني إشيزي مثلا بلغول عمي قوانا شيزو آكذا وكذا مجازي معنى إرادة خلينجان بولوش احتماليان بار والله أعلم يعني بو حقيقة تينك يعني قاعدة قصار بيجي احتمال ينبر حسي ما هذا. يكينش مسألة حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض حقيقة وليس كناية عن العدل التام. حيوان لرنا قيامات قائم بوجاندا ثرل ترب بربردان قصص أضرلش بو حقيقي كامل ما هذا عضالة كناية مس الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن البهائم تبعث وتحشر يوم القيامة. كتاب السنة دلالة قيان مثلا لردان برا حيوان لر تبعث وتحشر يوم قيامة كنن حيت ترلش هذا ويقتص لبعضها من بعض وبربردان قصص عالنا ده. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما البهائم فجميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة. شيخ الإسلام يتدلر كي حيوان لر نبارك سنة الله تعالى حيت ترلتر هذا كتاب السنة تكي عندي. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ثم إلى ربهم يحشرون من أشير ده ثم رأولا رب لارجة قايت شهادة ديل ده. وقال تعالى وإذا الوحوش حشرت بتبويام أتشخايت وليبت. وقال تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وحرف إذا إنما يكون لما يأتي لا محالة البتة كده ديان نرسق إشلا تلاد إذا. والأحاديث في ذلك مشهورة حديث لربو حق تجدهم كوب مشهور. فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتص لبعضها من بعض
الله تعالى حيوانا نحمس أن ترد بردان قصص على البرادة ثم يقول لها كوني ترابا كين تبرح كأيلان ديدة فتصير ترابا شنو تبرح كأيلان كتادة قصص على جنة كين بولد حيوان لرد جنة دوزخ ككرش يوك تبرح كأيلان كتادة فيقول الكافر حينئذ يا ليتني كنت ترابا شنو كرجان كافر أشكندا قاني دي من تبرح بسام ديدة دنيا دا كيم قاز جنة تبرح تيب كتسا كيم نقاقب tuproqdan jirkanadigan kofir o'sha hayvonlarni holatini ko'rib shu hayvon bo'lib qolsam hayvon bo'lib o'sha yo'l bo'lib ketganim yaxshiroq edi deb orzu qiladi aydullu alal ixtisos bayna al hayvonat ma ja'a nabiy hurayrata radhiyallohu anhu anna rasululloh sallallohu alayhi vasallam qol hayvonlar orasida qasos olinishligi qiyomatda borligiga nima dalolat qiladi abu hurayra rivoyat qilgan hadis rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki la tu'addanna al huquq ila ahliha yawm al qiyama qiyomat kuni albatta haqlar o'z egalariga ado qilinadi qaytiladi demak dunyoda haqni ado qilmasangiz oxiratda albatta olib beriladi u shuning uchun oxiratga qo'ymasdan dunyoda kimda muomala bo'lsa boshqa qilsa dunyoni o'zida hal qilish kerak hatto yuqodali shatil jalha min shatil qorna hatto shoxli shoxsiz qo'chqor uchun shoxli qo'chqordan nima qilinadi qasos olib beriladi al jalha allati la qorna laha shoxsiz qorni va shoxi bor الربط بين القاعدة إن مثلاً قاعدة علاقة سنما قال النووي في كلامه عن الحديث المتقدم هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين ذلك من أبو حديث أتشق ذكر قلن يبتق يوم تكون حيوان لار ترلاد حيثتان خد مكلف بغن آدم لار ترلغندك وكما يعاد الأطفال والمجانين وخد يشبال لار مجنون لارم ترلغندك ومن لم تبلغه دعوة دعوتي تبار مجان أهل فترة لرحمة الله وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة قرآن سنة شنك دليل ولادة قال تعالى قال الله تعالى وإذا الوحوش حشرت فإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره أجار شريعة تبر لفظ وارد بسيو ونظاهرنا على شتنا أقل ونا شريعة من قمسا دمك ونظاهرنا على شواجب ولادة ديبت عند بيجر دقي نا أقل من قمسا ديجانا o'zi aql man qilish mumkin emas lekin mabodo man qilayotgan bo'lsa yo aql sahih emas yo aql sahih emas deyiladi قال العلماء وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب قيامت kuni qayta tirilishining sharti albatta azob yoki uqubat yoki savob bo'lish kerak degani emas ya'ni tiriladi lekin bu degani azoblanadi do'zaxda yoki savob oladi jannatda degani emas أما القصاص من القرناء إلى الجرحى فليس هو من باب من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليها بل هو قصاص مقابل ديت شخصس كشقار أتون شخلي سدان قصاص على نديو إقاب باب دان مسمى دي سبو ليس هو من باب قصاص التكليف ديت وشا مكلف مسدو وزو دنيا دي مكلف مسدو وتكليف معنى صدق قصاص ماس إذ لا تكليف عليه باشتان باشو مكلف مسد بل هو قصاص مقابل ديت ya'ni bu suzganni muqobiliga bu ham suzadi degan ma'noda bo'lyapti-yu lekin nima bo'lganda ham demak hayvonlar o'sha suzishligi baribir o'shani zulm ekanligini shular ham anglab yetsa kerakda o'zaro agar shu narsa zulm shu uchungina ular nima qilinadida hozir bo'lmasa masalan majnunni qilgan ishlari dunyoda bir narsani sindirib qo'ysa biron bir narsa qilib qo'ysa dunyoviy nimadan to'lovni to'lab bergan bilan lekin undan masalan qasos olinmaydi o'ldirdi deb odam o'ldirmaysiz-ku fe'lini e'tiborga olmaysiz xuddi shunday bu ham o'sha ayni o'sha mukallaf bo'lmagan kishini o'zidek hisoblanmaydi-yu lekin qandaydir tamyiz bo'lsa kerakda masalan maymunlarni hadislarda keladi-ku zino qilgan toshbo'ron qilganligi shunaqami ya'ni hatto ba'zi hayvonlarda ham bu narsa nima hisoblanadi shu hadislarda kelganda bu ya'ni o'ldirib olishlikni aytmayapman umuman ya'ni o'zini ma'ruf bir baribir urg'ochisi bo'ladi har bitta erkagini boshqalar bunga nima qilishligi ularni nazdida bir nima borda o'shalarda qandaydir fitratida bor menimcha zulm qilish ham menimcha bor bo'lishi kerak shuning uchun qasos olinadida baribir qiyomatda qasos olinadi qasos olishligi o'sha bobdan ya'ni qisman o'sha narsaga aqli yetadi boshqa narsaga aqli yetmasa ham ularni allohu alam ويقول ابن حجر الهيثمي رحمه الله واختلفوا في إعادة الحيوان والأصح إعادته حيوان لا كيتترش لك دخله بور لكن درس لا كيتترش لقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت ولحديث الصحيحين في الاختصاص للحيوان بعضه من بعض وقيل لا يعاد شيء منها وحشرت معناه ماتت بازدر ترلميت دبتر حشرت معناه ماتت ديش كان
Ama ihtisası kinaye anil adl, kasas alış dedise bu adaletten kinayet halas. Yani şu şunçaki kinaye kılınken maksat tuğluk ravişte adalet buladı. Degen manada. Ve huve khilafu zahiril ayeti vel hadis. Femin semme kânel asahhu l-evvel. Lekin bu ayetini ve hadisin zahirge khilaf karayın. Zahirge khilaf değişiklik bilen zahirini alış düşünülü yaptı. Şu vaciplik düşünülü yaptı. Şunun için evvelgisi sahih rahat yaptı. Meselatı thalitha arraddu alel mu'tezile fi etikadim ennel mizana mizanun ma'navi. Mu'tezilelerini mizandan maksat ma'navi mizan degen etikadı gered diye değil yaptı. Yu'min ahli sünne vel cema'a bi nasbil mizan yevmel kıyama li veznil a'mali ve sahaif. وأنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان أهل السنة والجماعة دمك قيامة كل ميزان برليغة إيمان كيلترادة وأنه ميزان حقيقي حقيقي ميزان له لسان وكفتان هم بنا مشا تلبار وكتكف أنما سبار بلا سبار ديمس تلدب نما نايتيبت أرتداغ نما نايتيبت قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قال الإمامان الرازيان أبو حاتم أبو زرعة رحمهم الله أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق دمك ميزان حق وتأول بعض المعتزل الميزان الوارد ذكره في النصوص بأن المراد به العدل بعض متزللر شو دليل لردكي كان ميزان دم مقصد عدالت ديشت يعني معنوي معنى فنفوا أن يكون الميزان حقيقيا ميزان حقيقي معنى دبولو شنو إنكار قلشت لزعمهم أن الأعمال أعراض چونك أعمال لرب عرزكو عرز دقان أوز ترميد لماذا در قائم بلدكو أعمالنا كم در قلادة طيب أعمالنا أوز أبقب قاندي طرزك ترتلادة ممكن ناس ليشت والإعراض لا توزن عرزنا ترتبو ميد ولأن الوزن للعلم بمقدارها إكينش دان ديشت إكينش سبابة نموش معنوي معنى ديشت چونك وزن نموش قويلادة للعلمي بمقدارها وشنو سيئاتları حسناتlarını بندنه yaxşılıq və yamanlığını ölçəş üçün qoyuladı. Və hiyə məlumatun lillah. Tayib bu Allah ka məlum ki nəsən ölçəydi. Deyişdi. Fələ fəidətə fi faydası yox deyişdi. Fəyəkun qabihan yunzəhu anhu rəbbu təala. Demək Allah bu işdən nəmə münəzzəh deyişdi. Və yəqul ibn Əbil İz rəhiməhullah raddan alə men ankara al-mizan. İbn Əbil İz mizanı inkar edənlərə rədd verib aytdılar ki və ya xeybətə men yənfi وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع يعني شريعت خبر بيرجندك قيامة كن عدالة اتشن شكو إلى ديجان ميزان لرنا إنكار قلا ديجان لر نما يا خايبة بتر يعني ولار ولار جان نما موافقة سلك تلابت لخفاء الحكمة عليه يعني شو حكمتنا بالمجان اللي قلتشن إنكار قلش كان ويقدح في النصوص ودليل لر جان نما تعالى يتكذب اتشادك لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال ميزانغ فقط بقال يعني اشا دوكانچي شنو نما سات يكنلر ميوه چي و او نرسا سات يكنلر گنا احتياجي بار ديشادي وما احراه بان يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامه وزنا يعني اولار شو ارتكنو الله تعالى اولارغا عموما ترازي قويماسليكا لايق بولغان كيشلر اوشالر ديپت ميزانني انكار قيلغانلر قال ولم يكن من الحكمه في وزن الاعمال الا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فلا amallarını tarazda tartışlıktaki hikmet şu Allah Teala'nın adli, adaleti zahir buluşunu özü bugende şunu özü kifayeydi deyipti. فَلَا أَحَدَ أَحَبْ اِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللّٰهِ Yani Allah'tan göre bir artıga özür sükleymez. مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ اَرْسَلَ الرُّسُلْ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Çünkü ne Allah Teala peygamberlerini yuvardı, başarı çıkılıp, agahlantırı çıkılıp. فَكَيْفَ وَرَا ذَٰلِكَ مِنَ الْحَكَمِ مَالَ اطِّلَاءَ عَلَيْنَا عَلَيْهِ Bundan başka yana biz bilmeyen kança hikmetler var deyipti. Demek en asas hikmeti şu Allah adaletlerini izhar qilish. Rabt bayna al-qa'ida va al-mas'ala, azu buni Alloh muhtoj emas ku desiz. To'g'ri, Alloh taqdirga ham muhtoj emas, Alloh kitobatga ham muhtoj emas. Hammasini inkor qilishga to'g'ri keladi. Rabt bayna al-qa'ida va al-mas'ala, inna mimma yurad bihi ala man yanfi haqiqata al-mizan, anna zawahir al-kitab va sunnati dallat ala thubut zalik, fa yajib al-iman bihi ala haqiqatihi. Mizonni haqiqatni inkor qiladiganlarga, inkor qiladiganlarga raddiya shuki, kitob va sunnatni zohiri sabit ekanligiga dalolat qilyapti. Demak, bunga iymon keltirish vojib. Binaan ala anna al-asl hamlu al-lafzi ala zahirihi hatta yasrifa an zalika sarif yuqoridagi qoidaga ko'ra, aslida biz zohirni olishimiz kerak lafzni. Wala sarif fi hadhihi al-mas'ala fa wajaba al-baqa'u ala al-asl wallahu a'lam. Bu masalada hech qanday zohirdan bo'ladigan dalil yo'q. Qala Abu Hayyan al-Andalusiy rahimahulloh, ikhtalafu hal thamma waznun وميزان حقيقة أم ذلك عبارة عن إظهار العدل التام والقضاء السوي والحساب المحرر فذهبت المعتزلة إلى إنكار الميزان وقال جمهور الأمة بالأول
وأن الميزان له عمود وكفتان ولسان، وهو الذي دل عليه ظاهر القرآن والسنة. دمك خلاف نزك القلب جمهور نسوزة حقيقي معنى ذب دل عليه ظاهر القرآن والسنة. قرآن والسنة تظاهر شنك دعال لتقلي أبتدي أبت ينظر إليه الخلائق تأكيدا للحجة. شو أدم لر شا ميزان يخرب ترادة وحجة نتعكت لشجن وإظهارا للنص للنصف بولادم شو عدالة نصهر قلشتن وقطعا للمعذرة نزل كيسشتن أرضنا علشتن كما يسألهم عن أعمالهم فيعترفون بها بألسنتهم. خد أولا عمل للحق ده سورة شادة إطراف كل شهادة الله ربلان وتشهد عليهم بما أيديهم أرجلهم وتشهد عليهم بها أيديهم أرجلهم ويقول لر جواه بلاد وتشهد عليهم الأنبياء والملائكة والأشهاد أنبياء لر فرشت لر وجواه بروش لر جواه بلاد. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله المعتزلة قالوا إنه ليس هناك ميزان حسي ولا حاجة له، لأن الله تعالى قد علم أعمال العباد وأحصاها، ولكن المراد بالميزان الميزان المعنوي الذي هو العدل. ولا شك أن قول المعتزلة باطل لأنه مخالف لظاهر اللفظ بإجماع السلف. قايدة ما نشير ده إشلات اليابتة لأنه مخالف لظاهر اللفظ يابتة لحفظ ظاهر خلاف لأنك أصل ظاهرنا على شمس وسلف لأن إجماع سجهم خلاف ذي اليابتة والله أعلم. قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. خب بيان حاجة وقت ذاك كيتكترش جائز ما استجان قاعدة. الصيغة المذكورة هي المشهورة عند العلماء وعبر عنها بعضهم بقول تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. بو قاعدة نسيغاسة معناها دلت القاعدة على أن البيان الذي يفتقر إليه المكلف للقيام بما تضمنه خطاب التكليف لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. قاعدة شنو قدر الله تقليها بتكي مكلف للقيام بما تضمنه خطاب التكليف تيابته تكليف كا دلالة خروج خطاب بزشي أغان عمل بجارش شون يعني خطاب نمك دلالة خليك كام بوسا عيسى عمل نقلش كدلالة خليك كام بوسا وش عمل بجارش شون بجارش كمختاج بغان نرسانة بيانانة كيشكترش جائز ماس حاجات ورندا حاجات بيتدان، لأن القيام بالشيء مع عدم العلم به ممتنع چونك بالميترب بالنسانة بجارش دي إمكان يوك والتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق هم بلان تكليف قلش خطاقة يوخ نرسان تكليف قلش بابدان بولاده. يعني مثلا بيشن وقت كرسه بيشن اقيلر ديلده بيشن وقت كرغنده يوكي تا عصر وقت كرغنشه يعني عصر وقت كرغنشه اقبوليلر ديلغن بوسه شنه انده بيشن قنده اقلشنه عصر وقت كرغنشه البته بان قبولنگن بولش كريك حاجت وقت قچان وشه وقت يعني قياش آگندن باشلب عصر بایده که چه بگن وقت حاجت باید وشه حاجت بایده نمه خلش کری بایان که بگن بولش کری چونکه بایان که مسته کنده اوکلشنه حتی عصر وقت کرب قاسه بایخته گلر اوکش کری کنده اوکشه ایسه نامعلوم دمکه اوزلار بلمگن نرسه گه بجرش و امر محال بولاده گویا که طاقت تیو نرسه یعنی پیش نماز کنده اوکلشنه بلمسه ایلارم پیش نوکیلر دگنده بولاده اونو بلمسه کنده اوکیس. Demek ondan aldın, elbette hacet peytiden aldın. Bayan kılış gerek. Hiç bu megende hacet peyti ya vakt kırgende yok ki vakt çıkıp gitmezden aldın. Hiç bu mesela bayan kılış gerek. Kaydenin manası şu. Ve vaktul hace, yani hacet peyti nemen eti yapmaz. Huve husulul vakt ellezî tulibe minel mükellefihi tencizul fiil. Mükelleften şu fiilini beceriş talep kılıngen vakt. Falan peytte becer dedi mi? Üşe peyt hacet peyti. Demek üşe peytte bayan kılıp bulungen buluş gerek üşe amel. وصورته مثلا صورته ان يقول صلوا غدا يرتنمز اوكيلر ديلسا ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون كين ارتكب تروب ارتكم كلب قاندي نموز اوكشن بيان قلم مسا او اتوا الزكاه عند راس الحول يوكيلن باش زكاه بيريلر ديسايو ثم لا يبين لهم عند راس الحول كم يؤدون او الى من يؤدون ونحو ذلك كين يلن باش كيان بيتا قانشا زكاه اوتاشليغي كم اوتاشليغي بيان قلم مسا انا بو حاجه وقت كلب نمقم اصليك بيان كمسلك بولادن. قال ابن السمعاني وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بل كان شأول مالر ومسألة إجماع نقل قلش كان. قال ابن السمعاني رحمه الله اعلم أنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل. أمتنا أرس دخلاف يوخكي بيان حاجة بيتدان كيشكترش جائز ماس الحاجة إلى الفعل يعني فيلقى مختاج بولنجان وقتاً كيشكترش جائز ماس. ويقول الباجي رحمه الله ليس يختلف مالك رحمه الله وسائر الفقهاء في أن تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز. نائما مالك وانا باشق فقهاء لا خلاف كميدة بياننا بز وقتا حاجات ويتن كيشكترش جائز ماس كان ليقاد يبت هو
قاعدة أستبت مسألة ذكر قلنا ذا أثر القاعدة في مسألة وجوب حمل النصوص الباردة في صفات الله تعالى على ظاهرها بدون تأويل والله نين صفات لار حقا دا كيغان دليل لارن تأويل سي ظاهرنا علش واجب لغا تأويل كماسنا ظاهرنا علش واجب لغا منا شو قاعدة دليل ولد من أصول أهل السنة والجماعة ومن خصائصها أهل السنة أصول لاردان خصوصيات لاردان برا أن الله إذا وصف نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بصفة الله أزن برصفتنا صفات لسا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعتنا برصفتنا برا برصفتنا صفات لجان بسا فإنهم يجرونها على ظاهرها أولار ظاهرنا على شهادة اللائق بجلال الله عز وجل الله كاللائق بجان ظاهرنا على شهادة قرين ظاهرنا على دجان ده بندلر جو خشط على دجان ماس ظاهرنا على دجان Allah'ın özünün ululuğuna layık ravişte zahırını aladı. Ve la yasrifûne nususa an zahiriha. Delilini zahırdan buruşmaydı. Bu kaysi kaydaya göre, ötken kaydaya göre. Aslı zahırını alışımız gereği değildi. İlla en yücede delilin sarifun yücebu sarfa lefti an zahirihi. İlla delil kip durup zahırdan buruş kadar alatıksa alamaz. Demek ta'vil mutlaka dememezken, hatta sıfat babı da hem. Ta'vilini mutlaka inkar kımaydı ahli sünnet. Delil bu ise baş üstüge. Delil bile ta'vil kılın muamma, delilsiz ta'vil kılıçta. Dalilam aqli dalil emas. Ular aqli dalilimiz bor deb o'ylaydi. Aqli dalil emas. Nasdan albatta dalil bo'lish kerak. Qala al-Imam al-Karji rahimahulloh al-kalimatu idha kana laha zahirun ma'rufun va batinun muhtamal. Bir kalimani ma'ruf bo'lgan zohir ma'nosi bo'lsa-yu va batinun muhtamal va ehtimol bo'lgan bir batin axfi bir ma'nosi bo'lsa, lam tajuz an tuzal an zahiriha al-ma'ruf. Osha ma'ruf bo'lgan zohiridan ketkizish joiz emas, burish joiz emas ila batinihal muhtamal. شيء احتمال بوجان مخفي معناه بيرش جائز مس إلا بإجماع الأمة أو بنص آية أو سنة يا أمة إجماع كلك يا برابر آيات كلك يا سنة كلك يا عقل بولش كلي ددم عقل يوه لمك عقل بلان ما خلهم ميدا عقل خلهم ميدا يعني أولئك كان نبى لارن كوبا صوارف لارن كوبا عقلي كلام يدليل لار وكلام بومجان وبيتا ويقول الحافظ أبو بكر الخطيب رحمه الله أما الكلام في الصفات فإنما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها حافظ أبو بكر الخطيب اعتذرك أما الكلام في الصفات صفات حق اعتذرك سوزمس ما روي منها في السنن الصحاح صحيح سنة سنن كتاب الله ذكر قلنجانا صرف لنا مصحاب الشكي بو صفات لنا إثبات قلش وظاهرنا علش ونفي الكيفية والتشبيه عنها كيفية وتشبيهنا إنكار قلش دي أبدالله دمك سلف لار دمك جنكا مذهب السلف إثباتها إثبات قلب وإجراؤها على ظواهرها ظاهرنا علش جنكا الربط بين القاعدة والمسألة مثلا قاعدة علاقة ستظهر علاقة المسألة بالقاعدة في أن وجوب إجراء النصوص ومن جملتها نصوص الصفات على ظواهرها يستدل له بأمور دموكا صفات حقدك يعني آيات لأن ظاهرنا علش واجب بركانش دليل الأربار منها شلردان هذه القاعدة بو من شو قاعدة ووجه ذلك أنه لو كان يجب التأويل تجاه هذه النصوص أجر من أبو صفات حقتك جان دليل لنا تأويل كلش واجب بو جان ده ظاهرنا أمستن تأويل كلش واجب بو جان ده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأمته النبي صلى الله عليه وسلم أمته بيان خجان بلاردلر إذ شنك تأخير البيان عن وقته في حقه صلى الله عليه وسلم لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم حق لرده بيان نوز وقتاً كشكتر جائز ماس قال ابن قدام رحمه الله عن نصوص الصفات ابن قدام رحمه الله صفات آيات لار دليل لار حق اعتاد لارك لو كان تأويل ذلك واجباً لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته قال بنا تأويل قلش واجب بغاندا نبي صلى الله عليه وسلم أمتك بنا بيان خيان بولار لار فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقته چونك بيان نوز وقتاً كشكتر جائز ماس ولأنه لو وجب علينا التأويل لوجب عليه صلى الله عليه وسلم أجر بزق تأويل قلش واجب بغاندا نبي صلى الله عليه وسلم قال واجب ولاردلر واجب ولارده فإنه صلى الله عليه وسلم مساب لنا في الأحكام چونك نبي صلى الله عليه وسلم بزق حكم لارده برابر يعني بزق نما واجب بس رسول الله كم شنو نرسه واجب صلى الله عليه وسلم ولو وجب عليه لما أخل به أجر نبي صلى الله عليه وسلم قال واجب بغاندا إذا بنا واجبنا بجر ما يكون مجن بولاردلر ولأنه صلى الله عليه وسلم حريص على أمته لم يكتم عنهم شيئا مما شيئا أمره الله به نبي صلى الله عليه وسلم حريص أمتك حريص بغان ذات بغانلر الله تعالى بيقول جنب رأى الناس أن يحشر مجنلر وقد قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله شيخ أمين الشنقيطي يتلرك ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم كل العلم بأن الظاهر المتبادر مما مدح الله به نفسه في آيات الصفات هو التنزيه التام عن صفات الخلق شك شفاسس النبي صلى الله عليه وسلم قام رأيشته بالجنلر الله تعالى وزن مختجان آياتلارن ظاهره صفات حقدك يعني آياتلارن ظاهره شو مخلوقاتلارن صفات تنمى أخشى مسلك يعني تنزيه التام شو نرسدان الله تعالى أزنه
منزه خغنلر ولو كان يخطر في ذهنه أن ظاهره لا يليق أجر كي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهن دا خيال دا بو آياتلرن ظاهره الله كلايق مس ديگن خيال بوغنده ايدي لأنه تشبيه بصفات الخلق بو mahluqatlarga o'xshatish bo'lib qolyapti degan xayol bo'lganda edi la badara kullal mubadara ila bayan zalik narsani bayon qilishga shoshardilar annahu la yajuzu fi haqqi ta'khir al bayan an waqt al haja nabiy sallallohu alayhi vasallam haqlarda hojat paytidan bayonni kechiktirish joiz emas wala siyama fil aqoid ayniqsa aqidada wala siyama fi mazahiruhu al kufr wa al tashbih ayniqsa zohiru kufr va tashbih bo'lgan narsada ular nazdida o'sha qo'l ko'z va hokazo shu oyatlarning zohiri kufr va tashbih zohiri kufr tashbih ekan shu zohiri kufr tashbih olmanglar deb bayon qilib qo'yish vojib edi shu vaqtida bayon qilmadilarmi bayon qilmasdan o'tdilarmi demak zohiri olinishi vojibligiga dalil fasukutu nabiy sallallohu alayhi vasallam an bayani hada demak rasululloh sallam buni bayon qilishdan sukut saqlashlari yadullu ala anna ma za'amahu almu'awwiluna la asasa lahu bu ta'vil qiluvchilar da'vo qilgan narsani asosi yo'q ekanligiga dalil va yahsunu tanbih huna ila amrin muhimmin va huwa yani shu yerda yana bir muhim مسألك إسلات بتشمس كلي أن وقت الحاجة في نصوص الصفات هو وقت تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك النصوص صفات دليل لرا لكن صفات لرا حقا كيان آيات لرنا تشنش كبوجان حاجات وقت بو النبي صلى الله عليه وسلم وش دليل لرنا عيد كم بيت لأن المتلقي يسمع الخطاب فيعتقد ظاهره چونكي متلقي شو النبي صلى الله عليه وسلم آيات نشتب لكن حديث نشتب كان صحابة لرا xitobni eshitib zohirini o'sha paytda o'zida e'tiqod qilishadi valav kana yajibu ta'viluhu bima yukhrijuhu an zohirihi agar uni zohiridan chiqaradigan ravishda ta'vil qilish vojib bo'lganda edi valam yubayyinhu an-nabiy sollallohu alayhi vasallam fi zalika al-waqt va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha paytda uni bayon qilmasalar lakana qad akhara al-bayana an waqt al-haja bayonni o'z vaqtidan kechiktirgan bo'lardilar va akhalla bi vazifatihi ar-risala bi vazifati ar-risala risolat vazifasini komil bajarmagan bo'lardilar va hashahu sollallohu alayhi vasallam an zalik nabiy sollallohu alayhi vasallam قلش منكم ماس فلما لم يقع بيان ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى التحق بالرفيق الأعلى إن النبي صلى الله عليه وسلم طا وفات إتكون لرجة مضام كشون بيان قمد لرم ظاهر نعمي لرد بكتمد لرم علم وجوب إجراء تلك النصوص على ظاهرها دمك شون ظاهرنا على شمس واجب لقي معلوم بلد وقد بيّن ذلك الشيخ عبد الرحمن المعلمي فقال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن المعلمي من بيان قلب عيد الدركي ووقت الحاجة إلى العقائد المطلوب اعتقادها في الشرع لا يمكن تأخره عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد قلش طلب قلنجان عقيدوي مسألة لرداجي حاجة وقت بو نبي صلى الله عليه وسلم نين حياتلك وقت حياتلك وقت ووقت الحاجة في النصوص المتعلقة بالعقائد اما عقيدهگه تعلقلی دلیل‌لرنی تشونشدگی حاجت وقتی هو وقت الخطاب دیپ خطاب وقتی لان المکلف يسمع فيعتقد چونکی مکلف اشتب اعتقاد قلاد شنالگه من وقت الحاجه في النصوص المتعلقه بالعقائد عقيدهگه تعلقلی دلیل‌لردگی حاجت پیته بو قچان شو خطاب پیته چونکی مکلف اوشه پیته اشتب نما قلاد اعتقاد قلاد نبی صلی الله علیه وسلم نماز اوقسایو نمازده مثلا بر صفاتگه تعلقلی آیت اوقسا o'sha paytda orqasida qancha sahoba bo'lsa hammasi eshitib turibdi hozir shu oyatni zohirini olmaslik kerak bo'lsa ta'vil qilish kerak bo'lsa va rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu namozdan keyinla salom berib masalan u o'qilgan oyatni zohirini olmanglar deb aytib qo'yishi vojib bo'lardi chunki mukallaf eshitdi oyatni zohirini kufr bo'lsa zohirini e'tiqod qilib ketish ehtimoli bor modom shu ehtimol bor bo'la turib rasululloh sollallohu alayhi vasallam bayon qilmadilarmi demak zohiri emas kufr emas ekan tashbih emas ekan balki الله تعالى نزغ الله خلاف اشتاة شون نشتغي دليل بولاد ديمس سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه